خرج عناصر البطريوت وأفراد الدفاع الذاتي لولاية تيزي وزو في مسيرة سلمية جابت مختلف أركان المدينة إلى غاية مقر الولاية حاملين عدة شعارات يتقدمها مطلب تطبيق المادة 77 من قانون المالية لسنة 2014 ومنحهم حقوقهم إزاء مساهمتهم في استرجاع الأمن في البلاد. أنا نقول لك وعلاش خرجوا البطريوت طلبوا بالحق تاعهم. النهار اللي الدولة تكفلت بالإرهابيين وعطتهم 120 مليون على كل إرهابي مقضى عليه، وحنا اللي باتريوت اللي ماتوا 5 ملايين، يعني هذه نتاسفوا لها، وحنا تستقبلونا كاع المسؤولين تاع الجزائر، رئيس مجلس الامه، مستشار تاع رئيس الجمهوريه، وزير العمل، وزاره الداخليه، وزاره الدفاع، يعني كأننا نتفاوضوا مع الناس ماهوش من الجزائر. سا سوفي، نو اوني فونو، اون فا روفونير، اون فا روفونير سيل فو 1000 خطره جوسكا لوطومبسيون دو لو دوا، نو سوم دي بليسي، اوني اينيوري بار ليتا الجيريان. لفروي لا كورديناسيون ناسيونال باش فكنا لارتيكل 77 الى قد تابليكين الى جانفي 2015 يا قضايل لي باتريوت ما راكو لي جي ال دي. عناصر الباتريوت والدفاع الذاتي ردوا في مسيرتهم من تيزي وزو على دعاة تقسيم البلاد وخرجوا بشعار جديد ينادي بالوحدة الوطنية. تيزي وزو ولاية ثورية تاريخية شد لها التاريخ باللي كانت هي الستابيليزاتور دو لالجيري، نحبوا ولا نكرهوا فيها الناس ثوريين زعماء كبار قادوا الثوره، حتى المؤتمر تاع الثوره انعقدت هنا في المناطق تاع القبائل. احنا ما عندنا حتى خلفيه، الجزائر اوني لا يعني ولايه تيزي وزو جزء لا يتجزأ من الجزائر. ان كون الله غالب نكال دار موسكي خطر فغادا مورث نحملت وانت حمل الناس نحمل وانت نحمل لا نتحمل لا ونتي لا يد شو نفدالا نفدو دوين يشدو كوين ونفدالا دوين يفارقن. وتجدر الإشارة أن عناصر البطريوت وأفراد الدفاع الذاتي خرجوا اليوم إلى الشارع فيما يزيد عن 20 ولاية، وهذا بعد استنفاذ جميع السبل المتاحة للحصول على مطالبهم.